مرحبا بكم. من ملفات الحقائق الأربع جمعة هذه عودة على قضية لغز صارت في 2020 في المرسى، وكان ضحيتها هذا الشاب. نحكي على صابر بن عمارة، مواليد أكتوبر 81. صابر بشي تلقاه ميت في داره نهار 9 ماي 2020. الرواية الأولى لهذه الوفاة أنه انتحار، بما أنه بشي تلقاه في السل دوبام تاع داره في خيط. انتحار برشا باش يقولوا أنه يتأكد وقت اللي شافوا أنه نهار قبل هذه العملية قام بتحويل جملة المبالغ اللي عنده على الرصيد متاعه 100 مليون، قام بتحويلها للوالدة متاعه. لكن نفس هذه الوالدة اللي شاكة جدا في قضية الانتحار، بما أنها تقول أنه صابر قبل وفاته كانت عنده برشا مشاكل، مشاكل خليته يشكي بشكون قاعد يهدد فيه. شكاية حصلنا على نسخة منها، ويشكي فيها صابر من أنه عنده شكون قاعد يتعب برشا بتهديداته المتواصلة بالسب والشتم، وحتى أنه وصل أنه مشاله لداره وهددوا أمام الأجوار وأمام عائلته. هذه الشكاية اللي قدمها أشهر قبل وفاته. فهل وفاته كانت حادث انتحار أم جريمة قتل؟ حققنا في الموضوع نهار لحد، شوفوا التفاصيل.